السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف الثامن. اليوم يا مس في مادة التربية المهنية راح نبلش معكم وحدة جديدة ودرس جديد اللي هي وحدة أشغال الصوف. راح نبدأ في درس المشغولات الصوفية. هلا بحكول لك الإنسان منذ قديم الزمان كان يستخدم المنسوجات. المنسوجات اللي هي صوف أو حرير أو قماش كانوا يستخدموها عشان يصنعوا منها ملابسهم أو يصنعوا منها قطع للبيت. هلا هاي المنسوجات في إلها مصدرين، يا إما طبيعي اللي هو الحيوانات والنباتات، ومنها ما يصنع من إيش؟ مواد كيميائية. إذا يا إما طبيعية أو كيميائية هي المنسوجات. إذا أنواع المنسوجات يا طبيعية يا كيميائية. الطبيعية من الحيوان أو النبات، الكيميائية اللي هي إحنا بنعمل على تصنيعها. ماشي يا مس؟ إذا أول إشي بدك تعرف لي أنواع المنسوجات طبيعية وكيميائية. نستخدمها زي ما قلت لك في صناعة ملابسنا أو في صناعة بعض القطع اللي ضرورية للمنزل. ما هو الصوف؟ الصوف هو الغطاء الطبيعي لأجسام الأغنام والحيوانات الأخرى، ويتألف ويتكون من ألياف تنمو على جلودها. هذا هو الصوف يا ثامن. الصوف بيغطي الأغنام والحيوانات الأخرى والخراف. إحنا بنستخدمه في صناعات الملابس وفي صناعات قطع للمنزل. هلا بحكي لك شو يعني ألياف. مش هي عبارة، مش الصوف عبارة عن ألياف تنمو على جسم الحيوانات. طب شو يعني ألياف يا خامس ثامن؟ الألياف هي تلك الشعيرات الرفيعة التي تشكل إلى خيوط وأقمشة. إذا الألياف هي خيوط أو شعيرات رفيعة تشكل إلى خيوط وأقمشة. شعيرات رفيعة، الألياف هي عبارة عن شعيرات رفيعة. هسا من الحيوانات اللي بتعطينا الصوف يا ثامن اللي هي حيوان اللاما وغنم الضأن وماعز الأنجورا. حيوان اللاما، غنم الضأن، وماعز الأنجورا هي هاي الحيوانات اللي بتعطينا الصوف. هلأ من خصائص الصوف متانة أنسجته ومقاومته للانكماش وسهولة تنظيفه ومقدرته على امتصاص الرطوبة وعازل للبرودة والحرارة. إذا هاي خصائص الصوف، متانة أنسجته، مقاومة للانكماش وسهولة تنظيفه ومقدرته على امتصاص الرطوبة وعازل للبرودة والحرارة. هلأ كيف إحنا بنحصل على الصوف؟ نحصل على الصوف الخطوات الآتية. أول إشي يتم جز يعني حلق يا ثامن الصوف عن اللاما أو غنم الضأن أو ماعز الأنجورا. بعدين بتم عنا عملية تصنيف، وهي التصنيف تحديد نوع الصوف حسب الغرض اللي بدي أعمل له ملابس أو قطع للبيت، تنظيفه وذلك بإزالة الأوساخ والعرق والمواد الدهنية. وسخ عرق مواد دهنية وتستخدم به وتزال بالماء الدافئ مع صابون. التجليس وهي تفريق الشعيرات عن بعضها. التجليس تفريق الشعيرات عن بعضها. والتمشيط تمشيط الصوف بإزالة الشعيرات القصيرة ونخلي الطويلة. والغزل وهي تشكيل الشعيرات إلى خيوط ويجري ذلك يدويا. هذا نسميه الغزل يا مس، أنه هي عبارة عن عملية تشكيل لمين؟ للشعيرات إلى خيوط. فهاي هي الطرق حتى أحصل على الصوف. وآخر إشي الصباغة، وهو أني أصبغه بألوان مختلفة. أصبغ الصوف بألوان مختلفة. هلا نحكي عن الحياكة يا ثامن. شو هي الحياكة؟ هي عملية وصل قطع أقمشة منسوجة مع بعضها بواسطة الخيوط. الحياكة أني أوصل قطع أقمشة منسوجة مع بعضها بواسطة الخيوط. ومن الأدوات التي تستخدم في عملية الحياكة اللي هي الإبرة، وتصنع من المعادن وإلها أشكال وأحجام مختلفة. السنارة أو أسياخ أحياكة الصوف برضو تصنع من أدوات مختلفة كالحديد أو الخشب، وبرضو نستخدمها في حياكة المنسوجات. ومن أدوات الحياكة يا ثامن المقصات والنول. المقصات زي ما أنتم شايفين عنا مقصات مصنوعة من المعادن وإلها أشكال وأحجام مختلفة. والنول زي الموضح عندكم بالصورة، ويستخدم في عملية النسيج اليدوي، ويصنع من الخشب أو البلاستيك. هاي النول يستخدم في عملية النسيج ويكون مصنوع من الخشب أو البلاستيك.
هلا هاي التجارب انت عشان تقوم بعمل نول اللي بيحب يتبعها ويعمل نول في المنزل. وفي عنا كمان يا ثامن اسئله صفحه 110 واجب تحلوها ومنحلها احنا المره القادمه سويا. يعطيكم العافيه.